شوي، ايش بيك انت؟ ايش غيروا اللايف. تايروا اللي تتعملي عامله على احكام. كالي ايوه شكرا غيروا. عقيله بير فافور. شيماء دعاي امينة اسينا جون كرونجر شيروا اللايف. الحكم مش هو عارف سكور نايم بدي اعطيه حبه مفيق. اسمع احمد ربي انت سكورك 105. احمد ربي احمد ربي مش رقم اخر. الله جاتك على عرض فرات. شيروا لايف كادي. شكرا يا كادي. عم بحبس. شفتوا بني ادم راهو يشكرش ربي، راهو يشكرش ربي، راهو نهار كله استغفر الله العظيم يا ربي استغفر. بنيت الشيرات توصل للمليون اليوم، الشيرات توصل للمليون اليوم، الشيرات نسمع الشيرات. نو مش تكبيس، شيرات جي دي بي شيرات. الشيرات توصل للمليون، التكبيس يوصل للمليار. اليوم التكبيس يوصل للمليار، سهلة ايزي بيزي ايزي بيزي. يا غضب الله. Oh my god. Yes, my شير اللايف. كبسوا شير اللايف يا جماعة، كبسوا شير اللايف. روح فرات يلا. شد فرات، شد عزوز. ها كوبرا. الحكم هو انه نعطيك خمسة اغزول. شو نقول لك الحكم؟ اوكي حتى ننفذو. مثلا نقول لك جيب لي خمسة اشياء لمدة حتى لين نحسب العشرة. خمسة اشياء اوكي، تروح تجيبهم تيجي قبل العشرة. اذا تفوت العشرة خلاص فسر لك اللبخة ذاك اللي معاك. ابلان ابلان طبعا رح تقبل وطرق. يعطيك دود ان شاء الله. تايو اوبا غرغر زغرغز، اوبا غرغز زغرغز، اوبا غرغر ستارز، اوبا غنغم ستارز، اوبا غنغم ستايل، اوبا غنغم ستايل. تايو ليتس جو. يس ليتس جو تايو. ليتس جو. ايوه هيا البنات شدوا تكبيس حبيبي. Wow, breaking now. Let's go, let's go. I love this. Oh my god. عزوز. هو حل من اثنين، يا اما تجيب سكور يا اما قول بناتي وصلك سكور 105. شو؟ يا اما تجيب سكور يا اما قول بناتي وصلك سكور 105. مش عارف حظك حلو اليوم والله يا كوبرا. والله يا غزل لي الحقيقه ما نقول لك شكون هذا بسبب الابخر هذا. راه وجه اللطف ناقص يا اللطف. والله. لا تحكي عن شركي كوبرا، لا تحكي عن شركي فراز اذا سمحتي. بشرتي اذا سمحتي. سكور سكوره واحد والله، هو واحد ما ان شاء الله. ايوه ماشيش سكورين اصلا، ماشيش سكورين. دخليش اوكي راح تكس سو اي كانت ذا كوب.
like look, I can't. Well, sexy lady, whoop, whoop, يا الله يا شباب. شباب I love you all, I love you all. كلكم هيبنيز. سيدي سيفيورم. بخير يا شباب والله. فقرانين الناس اللي عنده, اقسم بالله مش فاهم عليكم شباب. انتوا هيك يعني وضعكم ما بزبط صراحه بنوب. لازم نحسن شوي الجو. بعد لكم حوالات تدعموني فيهم مش فاهم يعني. يا تيك توك I'm sorry, تيك توك I'm sorry والله. ده بانسون دارلي ده سبب عزيز. يحكي يحكي تركي, يحكي تركي, يحكي حتى اني نحكي تركي يعني سيلر مش يعني اللي يحكي حتى كوبرا. كوبرا ناس اسم كوبرا. تعال هنا الحكم, يلا نفذوا للحكم. فسر فصل فيراد. نايس. وما يختاره الله لنا هو خير من كل ساعه 45 ماريو الاين. كادي حبيبتي شكرا. نعم بحب الزعقيلة, شكرا دعاء, شكرا سلوى وإيم مينا, كلكم حبيبي. نعم بحبكم, شكرا على التكبيز. أرحبوا رحبوا رحبوا ترحيب البطر. حيكم حي, حيكم حي. ميهمكش فيا 108. انت مرة 105 مرة 108, خلينا عاد ساكتين عاد, خلينا نسكت لأن نعملك طوى ضحك. نينا ما تهبلنيش, ما تهبلنيش. تعال هنا, روحنا في الحكم. الحكم راح بهذاك الحكم. ليه ما راحش في هذاك الحكم يا عزوز؟ دفضلي الحكم. طب ليش ما بتنزل احكام؟ انزل لي حكمك. Are you go now? عزوز كتبته نحيل. طب كبره وانا احكامين, انا ابن البط السوداء وانت بنت البط الخضراء, مش فاهم عليك يعني. يا عزوز كتبته فسخت. والله ما كتبتي, اقسم بالله ما كتبتي يا كوبرا. كتبته فسخت خاطر والله ما كتبتي, والله العظيم ما كتبتي. كنت شفت انا كان متابعيني كانوا شافوك لان انت ما كتبتي. يا عزوز يا كوبرا. طيب قول على الاقل فيرات ينفذ الحكم, نحب نضحك. قول له يلا يتنفذوا. انت يا هو شبيك؟ لا انا ما دخلت. وفي وتايو, خلي تايو يحكمه حقه. تايو حقه يحكمه. What's that? تايو yes. بانشمنت فيراد. تايو oh. I love you man. What's that? What's يلا شو بده يحكم. What cuckoo punishment for you? I don't know. No, I cobra no hook no punishment. Mute mute Virat and Azuz. I say for you what is the punishment. The punishment is you say to Virat you say like for example give me water and you 1 2 3 4 and you 10. He give you the water, he win. He don't give you the water, he go to the hell. أفهمني برأس أمك. Go to the hell? I heard that. What? Why go to the hell? خلاص خلاص ما فيش أحكي. مدزوا أم هاي برا طلع لي. شوفوا قدامي والله العظيم نلمح أخي. استني كوبرا, استني استني كوبرا. One minute, please. Do you listen to me, please? Yes. I speak with you now. Please understand me. أنا مو بدي منك حكم. مو بدي منك حكم. أيوة. وأنت بدك مني حكم هلا صح؟ أيوة مش قلنا خلاص راحوا؟ حلو. لا بدك بنفذ لك هلا وتنفذي لي بعدين, أنا ما عندي مشكلة. والله جد؟ يا الله اطلع طيب أنت. يلا روحنا حبيبي يا غالي. يلا. يلا. شو؟ يلا يا غالي أنت يا حلوة أنت. يلا روحنا نفذ حكم. يلا. 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 يلا نعملوا جوت. يلا عاد شوية جزوت عنا وموت. يلا عاد يا رب يعني. نحن ضحكة, نحن ضحكة والله. نفذ العب. شنو واش تحب جولة أخرى أنت؟ بي جولة ذي بحكيمة العبي. يجاوبني أكا ربي طح في كولية رك. نفيتها شفتوا وش صار فيه في لحظتها. ربي سبحانه طح في. نحذر كل الناس لو سمحتوا اللي تسوون معي عداوة راه تصلكم صايب في حياتكم. يلا يلا صلي على النبي. هي هي لو سمحت احترم نفسك. عجبتك ضحكتك؟ اسمعني تو كيفاش تو يا عزوز. شو باش نقعد الجوله هذه تو الاحكام راحت الاخرى اوكي. ايه راحت الاحكام. هلا احكام جديده جوله واحده. شوفي رادة تلعب احكام.
جولة واحدة. انا عايز تخليك كفو احكام. انا كفو احكام، انا كفو احكام بالكوره. ايوب يحكمني انا يا ليل. إيه انت تايو بيحكمك وانا كوبرا تحكمني. يا ليل تبقنيش. اوكي يلا تبقنيش. يلا ليتس جو. لحظة عادي استنيه يا اخي. جولة جولة واحدة. جولة واحدة اوكي توصلي كمان تايو. تكبيس 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 تكبيس. فيرات فيرات تبرى شر يا هلي لقاسها خير لك. بس لما نحكي معاك تبدا تعطيهم في الـ في الـ في الوش البريء تاع من عارفه ويبداو كلهم يدور عليا. بعدين اختانا بلاوه يرحم ولدك تبرى شري طم. بعطيني نحكي وحده وحدنا يعيش عزوز هذايا فتين وهذايا تايو اكبر فتين لو سمحت. مفر انت بخير شبيك. بل انت بخير بلا بطيخ قاعد لي في ناحيه ناطحات السحاب. وين قاعد انت في البلكونه؟ اه الحكم تنط نط من البلكونه خلينا نرتاح. مو انت بتحكي شباب في مجال اليوم في مجال الجوله تبيع البرادات والغسالات بس في بنات هذه الجوله تعرفوا وش تبيعوا؟ اصابعكم. بعد ما تكملي تكبسي روحي بيعي اصبعك لحد ثاني حتى يكبس بديلك. هو حل من سنين حبيبتي، يا اما تكبسي يا اما تكبسي. من الاخر ما فيش حل ثالث يا غالي. راه ما فماش حل ثالث. التك لا يوق شو بيني الدبل. اللي نزل ورده ضيفوه، اللي نزل ورده ضيفوه، اللي يا تسكر عنده وابوس. شباب اللي عند كوبرا واللي عند تايو تعالوا الحشو لي ورد افتحوا من هون. اللي يروح من هون ورد مش من هون. مانيش مسامحته. ضيفوا 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 بعض ضيفوا بعض ضيفوا. نبيع عزوز عادي ان شاء الله كفو يا الكل. ورد يا الله. اللي بنزل ورود انا وعزوز رح نجي ونجيب معنا كمبيوترات ورح نبوسه من هون ومن هون ومن هون ومن هون. شو ورد شباب ورد 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 ورد. مش متربي معاش ماشي في باله معناه نحن كيك نستنوا في المرتيق نتاعكم. نحن ضيفوهم ضيفوا بعض ضيفوا بعض. Nice. Ah, Tayo, we don't know. It's normal. It's normal. كبشي يا عمي، كبشي يا قلبي. يا الله شو عم يصير شباب. Alright, everyone double point for 25 seconds. Let's go. فرحانين. مبسوطين وكوش ما كذا مش مبسوطين خليهم يضحكوكم تاول كلهم يتحولوا كلول. الكل على بعض مبسوطين ولا ايه؟ ها؟ مبسوطين لانه اذا مش مبسوطين تتحاولوا كلكم ما تصرفوا تضحكوا لي بنات. سامحني يعني يوم كامل غايبه عليهم باش يجيو في ساعتين ما يضحكوش. ضحكوهم اصلا يا عزوز. اه تعرفي عندي بنت حامل تعرفوا الشاهية مرة حاملة حامل عن قالت لي شاهية شوف عزوز شاورب مخطة. بس أنا ما قلت لك عليها الشيء ذا. شو؟ شاوربك مخطة باللام. قالت لك نحبوا يعمل ضربة لام. بس أنا ما قلت شواربي شواربي وقف عليهم صقر صقر. اللهم صقر أحول صقر صقر قلب معاش مهدلنا والله راح يحكم. What? I never understood. Or like you and me. Hey. Tayo. You and me same aura. Tutu. Yes. يخي يجعلني في كيس يا أخي. الله يجعلني في كيس إن شاء الله. الله يراني إن شاء الله نبقبق في كيس ماء. والكيس الماء يفرغ بالتبخر وتزيد تعبي عليا الماء وتزيد يفرغ بالتبخر يراني في مسكر عليه كتس مسكر عليه كتس. نايس ماريو اند اول يو كوانس مي دا حليلي وكهو التيك توك المعاج هذا لا حول ولا قوه. امل عزوز وين امل وين؟ من امل؟ امل اي امل؟ امل الجوله امل معقول جولة ما قادرين تفوزوا يا الله؟ أحا شوفي قم نفذ الحكم. Oh, last 30 seconds. هوني على الارتدي. قم نفذ الحكم. قم نفذ 6 مليون. أبيسان
Me? No, I don't know this name. But just I really like that they person, they people a lot. خدي على الخزلينة يفوتوا. كوبرا عزوز بيا they are نو always around. ميكا اكسبسيونيل، انا حاجة ما تحطنيش معاهم في نفس السلة، والله تطلعوا قسما بالله بطلع لكم عزوز الرقم. Oh, you لا ما killed اقتنعت Esther يا for بلاك، me. لا ما اقتنعت. Melanie. Not. Thank you. طبشين. Hola. يلا الله Thank you. يكفيكم. W. الله Thank يكفيكم. you. Hola. بسبوس. آه. يلا. Wow, amazing. شو هالتكبيس يا رنين اللي ما بيرحم ملك انت شو كم قديش مكبسه. حبيبي شكرا على التكبيس، لان بحبكم والله ما قصرتوا. زوج. آه. إذا بتطلع بقول عليك حريمة قسما بالله، مش بطلع على بيتين. هيا والله لا شفت تقول ياخذك محتوى الليله في اللاب ونقول لك كبيرات حرمه والله تطلع الزيو عاد لعبنا ثلاثة جولات فيها مسكرات عاد ملا ما تشوفش احكم انت زيدا تاي يو جيف بانشمنت فيري هارد بانشمنت نو 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 تاي يو نوت هارد بانشمنت بات بانشمنت وين وي سمايل اوكي يو اندرستاند مي I understand, but can you first, Coco? Okay. قال لي أنا الأول تاعي نفض عزوز حبي يشوفك فقر تجارب. احسب حتى العشرة تروح تجيب لي جيل دوش. برا مشي جيب لي جيل دوش. برا يا عزوز. برا عاد. الله محمد رسول الله. اللهم مطول لك أروح الليلة. فرات فرات فرات. حبيبي يا عزوز لا الله يا عزوز عزوز شو هيا نفذ الحكم شو نحكم خمسة أشياء نعطيك تجيبهم لي يلا يلا استني احكي سامعتيني جلدوش شو جلدوش شو جلدوش باباش بتفرك لحمك انت جيل دوش يلا بسرعة واحد اثنين ثلاثة أربعة 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 خمس 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 ست 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 سبعة 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 معجون أسرقس معجون أسرقس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة تسعة وأربعة شحاطي كليو بومبي جيب لي كليو بومبي نحب نشوف كليو بومبي برا نجيب لي كليو بومبي شو كليو بومبي؟ حكمي حكمي جيب لي كليو بومبي نحب نشوف كليو بومبي ريتا هاي برا مش جيب لي كليو بومبي برا مشي جيب لي كليو بومبي أموري أنا حرة يا غالي جيب لي كليو بومبي ها والله العظيم قسما بالله والله يا عزو جيب لك اليوم بومبي طب يعني كون بومبي جيب امورك ما نعرفش معني جيب لك اليوم بومبي يرحم والديك ثاني حارنا اليوم جيب لك اليوم بومبي بيه بيه الرابع شيء زلاط شو زلاط؟ ما بيجي من اسمها شو زلاط؟ حط الزلاط لك اليوم بومبي لزلاطة بيه روح جيب لي جيب لي نمالي نملة؟ ايوه بر ريح جيب لي نملة وريني وش هذي قملة ولا نملة؟ قملة به يا خمس شاي لا حول ولا قوة إلا بالله عندك قرد؟ بس قرد قرد؟ ايوه هلا بجيك فيرات والله العظيم لا ماشي لك والله لا ماشي خلاص خلاص والله بمزح فيرات والله اي لاف يو تايو واد تايو Oh, so Virat is gone. Is done or no, not? No, he go to the hill, Virat. What? Yes. عزوز تاش معني كليو بومبي سيارة تعرفيش؟ ايه هاي مرجيك نحكم عليك جيب كليو بومبي جيبالي ممنيش فيك امورك جيب لي ارنب عفص عليك كليو بومبي امورك المهم حاجة فيها كليو بومبي نحب نشوف ريحة الكليو بومبي يلا لا خلي نفس خليه يحكي لي تيو الحكم خلصيني يلا كيف يعني يجيب لك كيليان مبابي؟ ايش دخلك انت كنت نحكي مع الزوز انا راه
كيف رح يجيبوا المخلوق صديقي العزيز الحنين عزوز؟ اسمك ليو بومبي يلي مكش متحضر يا معاه. ليو كليو 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 كليو. يلا جماعة خليكم، أنا توا عندي موعد. باي. كليان بابي يا حبيبي يا كليان بابي، ومش عم تزبط معي اعش اغيرك ليه؟ والله بنمشي شوفوا عشوائي. اوكي شوفوا العشوائي الزينه عاد يزي عاد يزي يوزر زيف ادخل علينا ما عاد ما يزي يا طفله شو هي ده وش الراس وقش على الطبلين ها مالك يوسف هلا اخبارك انت من ويز مصري يا لهوي انت من القاهره ولا من الاسكندريه القاهره ايوه القاهره القاهره انا عايز اقول لها القاهره اسم عالم اخي ايوه ايه ايوه ايوه يلا نلعب جوله نلعب جوله انا يوسف انا صراحه انسانه ملمه كثير بالثقافه المصريه وملمه كثير بفرعون عندي سؤال هل انه فرعون كان يروح يسبح في بحر اسكندريه فرعون ايوه لا امال كان يسبح فين مش عارف يعني كيفاش مصر متعرفش فرعون كان يسبح فين؟ انا ايش عرف لنا لازمك تعرف فرعون كان يسبح فين؟ لا يا جدعان هي مش مصرية هي تونسية انا تونسية انا تونسية يا غالي ايش بنات تعرفوا انتم وين كان يسبح فرعون في بحر النيل؟ يا لهوي فرعون كان يسبح في النيل؟ اه طب وزليخة؟ زليخة كانت بتسبح معاه يا لهوي زليخة مع فرعون؟ يا معاعش انت كم عمرك يا يوسف 18 انت 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 مربوط اه مربوط اي زريف هي انت بتحبها فكينا من الاسئله دي طنط بعد اذنك طنط بعينك ان شاء الله شكون طنط انا عندي كم سنه عاش ولدي عاش ما بتقدرش تجول شنو طنط اني طنطه اني طنط عندك كم سنة وليا؟ وليا في عينك إن شاء الله، مين قال لك إن أنا وليا؟ عندك كم سنة خلاصي؟ 24 أيوه وليا أهي مش وليا وليا والله شبيه هذا؟ شبيك أنت؟ من المعاعج وليا وليا شديلك هي مسمار شحال إيه مسمار شحال؟ بقول لك إيه مش بفهم كل الكلام التونسي مسمار شحال مسمار مسمار ما عندكمش مسامير أنتوا في مصر؟ لا عندنا مسامير يا لهوي بقى يا لهوي يا خرابي ازاي بقى ما عندكمش مسامير كنت عندكم مسامير انا قلت لك مسمار شحا انا كنت اقول لك بصه شحا اما ما قلتلكش بصه شحا عشان انتوا عندكم البصه غير البصه عندنا فاهم انت كل واحد والبصه بتاعه تبدش تعاش نوقعش الكيك معاش هيدا والله العظيم انت بتدرس اه بدرس بتدرس ايز تلتة صنايع تلتة صنايع؟ صنايع شو معناه صنايع؟ صناعي شو؟ كمبيوتر وحاجات دي اه يعني عالم انت عالم فلك؟ عالم فلك مين فلك في دماغك؟ فيش عالم فلك يعطيك فلكة تهزك ان شاء الله شبيه شبيه اذا يدي علي يو يدي علي يدي يخلط فل يدي علي ويصحت اه يا عنون بلا حال والله اه تكوين مهني اه حاجه زي كده انت مش عايز تسالني اسئله اسالني علاش حاشم مني لا بس ما عارفش اسال صراحه اسالني نفس الاسئله اللي قلتهم لك انت اسالني قولي فرعون كان يسبح فين وكده يلا يعني. طب انا مش عارف اسالك ليه فرعون كان بيسبح فين يا طنط طب البقي عاود فيها طنط يا حبين يا حرب شنو غطس بيه اقسم بالله انت ما عادش تعود طنط عشان يا اولاد ما تقوليش طنط يا فل خلاص ما فيش طنط انا من بعدك من اول لو اي ميه هطلع معاكي فيها وليا يعطيك وليا في عينك شكون قال لك وليا؟ وليا ولكم برستيج اه ده احترام عندي عندي بنت ده يعني لما يقول لي طنط احترام ايوه آه. عندي احترام عين شفتي شفتي شكرا يا عمو زي عندكم ما بحترمك زي عندكم كده لما بتقولوا يا خاله بلاش استنى بلاش اعملوا لها بلوك نوران ساعه يا معاجه
قالت لي طنط بيحترمك، محليني معناني طنط، احنا عندنا في تونس دي اختي 25 سنه وقولي طنطة، ملكي نص 30 يقول لي جثه. لا لا مش طنط عاش ولدي، قولي يا خالتي، قولي خالتي على الاقل، قولي خالتي عادي مشيو. لا خالتي لا مش عاجباني. مش عاجبك؟ طب قولي يا بت. انت يا بت؟ ايوه كده صح والله يا حسره، والله فكرني في مسمسمات عدل امامز. ايه ده يعني عاجبك بيت؟ هاي نجمه يعني عجبتك بيت؟ ايوه عجبتني بت، قولي بت كده. ماشي ماشي يا بت. يعيشك يعيشك يفرحك يفرحك بشبابك ان شاء الله. الله يخليك يا طنط. اختص بيه هذا اقسم بالله. معلش خلاص 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 معني ما يغركش وجه البصمه هذا راه. وجه البصله ازاي يعني؟ بصمه بصمه بصله يا راه في عينك البصله يا شبيك انت هذا يو. خلاص وجه البصمه. ايوه يا اسل والله ما نقطة نحي الشوارب يا سي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسيلو يوزر سيف شكرا ليك يا غالي، جولة كانت حلوة، إن شاء الله مرة جاية باش نحكم عليك حكم إنك تجيب لنا تاريخ مصر في كلمتين. سهلة سهلة، إحنا التونس كلنا نعرفوها، يعني إيش ما بالك أنت مصر ما بتعرف؟ يزعة يزعة يز يلا باي. الله العظيم يا سي والله ما حليهم مصريين، يعطيهم دودة إن شاء الله عصامبي. حبيت المصريين البني، وقعت في الحب انا ما عادش تعودها طنطيزي وعاد بليزي وعاد والله تعرفوا اللي بديت اغضب بالله العظيم لاني مستوعب مش ولي عمري 25 سنه الشهر الجاي يعني راهو والله كيكا كبرت علي يو كبرت والله كبرت بالله. بعدني يا قطبي بجاه ربي اسمه قطبي محسسني دب داخله معكتي بر بعدني خطاني يا ستار قلبي ولع نار ده انا عيني منك مش نجيب اني حتى شمع مش نجيب عمري 18 ولا منين بصراحه يعني لي خاطر اغزل لي خاطر تعيجي في التيك توك هذا وعمري رمي والله لا يقابلوا بعظم اختي يعني والله يا حيا مدى يعني من المفروض يعني 25 سنه مخك في مخك مخك في راسك تبدا هكا تحكي فهمت بس تو هذه حاله تو هذه حاله هذه حاله هذه هيئه ها والله البنات والسر ذي يموت معانا من الاخر نخليوها نحنا 18 سنه ونقولوا نحطوها في العشرين يزي به هيك. سلام ازيك؟ الحمد لله ازيك يا احمد؟ انت من المغرب؟ انت من المغرب؟ لا انت من المغرب يعني؟ ايوه ايوه انا من المغرب. شفت انا عرفت ازاي؟ يا لهو ازاي انت عرفت بجد؟ بجد؟ هي بتحاول بتحاول تتكلم مصري من... ايه ده في ايه؟ خمسة 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 علينا من العين خمسة خمسة وشك وتخميس خمسة خمسة بنات لا يوقف لا يوقف أنا مش مصرية أنا تونسية يا ربي أنا مش مغربية أنا تونسية ولكن إخوة يعني شعب واحد فهم علي أنت. أنت اسمك إيه طيب؟ أنا اسمي إيا أصدقائي نديولي أيوتا في العائلة نديولي الطاهرة في الحي نديولي الزعبط. اسمك إيا؟ أيوة. طب دي مني ليك يا إيا. يا لهوي وانت حتى راح تعمل ايه يا احمد؟ ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك حس بالناس الغلابة اللي زيي بعد اذنك بطلي تحلوي اكتر ووعي وشك يوم يكشر واضحكي دايما يا آية ياللي سابقة بجد سنك يلا واضحكي خلينا نضحك ضحكتك بترد روحنا ربنا وحده اللي يعلم بنعشقك ازاي يا آية.
برافو يا احمد، برافو يا ما احلى صوتك يا احمد، انت فنانه. بغني. ايوه. انت وين تسكن في مصر احمد؟ اسكندريه. في الساحل يعني؟ اسكندريه. فما فرق بين اسكندريه والساحل؟ شكرا يا ستار. ما شاء الله عندك 5 مليون احمد، انت مغنيه مشهوره. بيقولوا لي، غني لك انا عادي. بيقولوا لي اني شبهك، اني بص علي ما شاء الله صوتك جميل يا آية، والله ما تسمعش. باين ما شاء الله، باين من ملامح وشك، باين صوت يعني يغمى عليه، يغمى عليه. ليش ما ليش هكا تعملوا في الاطفال؟ تعرف انا عمري 18 سنه لساتني ببني في شخصيتي، يعني من المفروض تقولي كفو عليكي، ايوه كده يا وديع، ايوه كده يا زعبطه، من المفروض هكا يعني. الفنان الفنان اسمك زعبطه؟ ايوه. انا من قبيله الزعابيط في تونس. انت زعبوطه كبيره. والله مش روح الزعبوط غيرك ساش، معناها زعبوط في تونس، زعبطه ولا عشان في مصر. احنا عندنا قبائل راهو في تونس، انا من قبيله الزعابيط، حل صوره تلقى خيط. احنا يا اربع وردات، اربع وردات. طيب انا احكي لك عاد، قولي. احنا من اعرق القبائل في تونس، دي ما نعرق. انت ايه قبيلتك؟ انت ايه قبيل؟ ما عندكش قبيله؟ عايز وردتين يا ولاد ايه؟ انت ما عندكش قبيله؟ لا انا عندي بليله، مش عنديش بليله. انت برج ايه يا احمد؟ العذراء. ايه حرام ولا ايه؟ ما بليغ، تعالي يا ريتني مثلا يعطيني قصه في لساني ان شاء الله، يعطيني قصه ان شاء الله. ماله العذراء ده جميل. جميل ما شاء الله. بنات كبسوا، بنات شدوا في التكبيس. بس انت غريبه، انت عندك تكبيس بس ما عندكيش دعم، ليه؟ الو اللي اختارنا من الاسئله المعوجه هذه نتاعك، تعالي شك تدخلينا في التعيج هذا، نعرف عليه يعني علاش ما عنديش دعم. وي ارحبي يا المطنوخه، حيك حي حيك حي حيك حي، هوب 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 هوب، نزلت لي ورده. بالراحة يا وئام، يعني أنت مش شايف فرق السكور ما بيني وما بينها يعني؟ أوهام مين؟ اسمها وئام، أنت ما بتعرف وئام؟ تعالي نغني لوئام. أيوة، بعد ما تغني لي هحكي لك عليها قصة، يلا غني لها وئام. قسما باللي تهبط عليه فيديو ما نختص بيك. يلا. يلا تفضل، أنا هطبل هطبل. ال 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 الأغنية دي ليك يا وئام. قول لها إيه بقى؟ حبيبي النهارده لازم تعرف حبك عامل لي جنان، انا بحبك يا وئام، حب محبوش انسان. حبيبي النهارده لازم تعرف حبك عامل لي جنان، انا بحبك يا وئام، حب محبوش انسان. شفتي دعم الددي؟ بس انا عندي روح رياضيه وغنت لها. شفت انا قلب ابيض ازاي وفله؟ اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا احمد، يلا باي. ورب الفوق وين اللوطه يا وئام، قسما باللي تمشي له تكبس له، طبط له ورده، طبط له فيديو عامله فيه انت ايدي تنقصها، ما بلي ما نختص بك. اغزلي ريت اني بناتي راني معاهم التأبيد مؤبد، راني صار ما معاهم خاطر لعب الذري هذايا وتعيش وشكرها لحتى تروح له لحتى تبعث له ورد ويصير في قصه حب. سيدي ذكري يا وئام والله، يا وئام والله اغمن عليكي يا وئام، قسما بالله نختص بك والله العظيم، كل وحده ولا كل واحد يشوفها في بث اخر غير بثي اني، والله ما نختص بك، خاطرني اني انسانه قيوره على بناتي واولادي. ويحيى العدل، ربي فيكم اللي انتم قد هكا تكبروا تبيعوني. بالنسبه
الدميه تو خلي وين الدميه. البنات تعرفوا بكري دخلت الام يلقاها في المطبخ في الكوجينه اوكي، لقاها قاعده تغسل تغسل الدميه في شعرها، تغسل في شعرها بزيه قدي تطلب سخفتني سخفتها سخفت عليها يما والله ورزيني كغاي يا وي ايه. ان شاء الله نكون برك كلامي واضحه وي ايه كلامي واضحه ما ترضاه الوادي ممشي وياه. هاي مرحبا عمر. Good morning. من وين عمر؟ We are from in the العراق. فهمتك عمر البنزين. كم عمرك؟ 23 سنة. وش بيك هكا ما مكش عامل أجواء أضحك وفرفش يا غالي؟ مودي لك هذا اليوم ايه برا بعد نختاني. قالوا هذا اليوم بعد نختاني قصدك يعني اللي يدخل معي غن شو الحالة هي تجيبوني محامين نطلع معهم شو الحالة فمش محامي حال اللايفة احمد البنزين ونسميه ربي امان والله عم بيرز والله ايش هالكسحة ايه والله سي با بوسيبل سا والله محلى زينو عجبك ومحلى جدو ومحلى زينو ومحلى النوار ومحلى جد ومحلى زين ومحلى النوار والله العظيم اذا الواحد فيكم مكتب لي فيرات ولا فيتيم ما نختص به خاطركم انتم ناس ماكمش عاديه والله العظيم لكم عادية وبتحبوا تهبلوني واني راني مشي نقصه بيل في حياتي اوكي اوكي تهبلوني شا خليوني رايضة خليوني رايضة شبيهم الباك طلعت النتيجة شبيهم الباك غدوة نتيجة البكالوريا عنا في تونس لسه ونوى ربي نجحكم ان شاء الله. بيكوز اش تقرا انت يا غاليه؟ ما نعرفش عليك حتى شيء. بيكوز تقرا تقرا ليسي استنى ميميتا روكيرزو ابو قصي الشامي يزيد ابو شيرو حمد المرسي فهد سارة ارتيست من جورز برجورز ميجي رهف اسمها مونيكا كتبته كتبته بالعربي. مونيكا الاسم الوحيد ما تكتبش بالعربي غير السلام عليكم. السلام عليكم والبركه من وين يا غوالي؟ احنا من الجزائر. نتشرفوا نتشرفوا. منين من الجزائر؟ الجزائر من جلفة. نعم الجلفة. نتشرفوا خويا بيكم باهل الجلفة يا غالي. انت تونسيه؟ هاي تونسية يعني. نتشرفوا بيك. يعيشك يعيشك تشرفنا بيكم يا غوالي. ان شاء الله نتقابل مرة أخرى ان شاء الله. يعيشك عطينا بس تعرف علينا. اي اهلا وسهلا. يعيشك. نحب نمشي للجلفة نحب نمشي للجلفة نحب نمشي نزور الجلفة خاطر نتفكر سابقا نطلع معايا واحد من الجلفة من الجزائر من الجلفة. واني قررت اني مش نطلع نمشي نسافر للجلفة نحب نعشر الجلفة اللي موجودة في الجلفة. ماشية للجلفة ماشية. فماش كليب مشيت لها مشيت لها هذاك هو. ايه والله سكر فمك ايه من سكر فمك فضحني شكون مني بلع بلع معاشا يلي بعدك ضيع فكري نرجع ليك للقلب نعاعج نرجع ليك نانا نانا حياتي في كلمة في فمز حياتي في كلمة في فمز شو غمض عيونك شبه هذيا الياس عسلامة
دي بي والله فمش واحدة جلفة قدك قد احترم روحك انك تصبيك طفلة. شو اللي معاه جايبي خليهم خليهم يكبسوش خليهم شو يا حليلي يا حليلي على اذي اللي كتبت لي اللايف متاعك ممل برا مش يقول لامك تفتح لايف وتنجو نتفرجوا في امك ان شاء الله نتمنى يعني اكيد امك باش يكون لايفها محلي كيوت والام متاع امك المسخيه هي ملي متاعك البلايف برك لمنظرك عليا برك لمنظرك لايف متاع ولدي البوك الكلب ممل والديك وجد دصل والدين والدين بو جد دصل جد دصلك الكلب المعاعشة هذه فروخ تترقص عليا لهنا ملا حالة والله ملا يا كبر اهدى ما عم بحبس ما اغزلي يا جماعة اغزلي فمش اعصابك يا ماما ولا سيدي ذكري فما خطر الناس ما تحشمش فما ناس ما تحشمش كي هما يحكيوا معك بمستواك وجوههم تجاوبهم كي وجوههم من الاخر احمد ربي ما تعيدش عليه بالموت احمد ربي خاطر واحد يعلم ربي بحاله كيفاش يعدي نهار باش يحل لايف مدة ساعتين باش يعمل جو يجيك واحدة راسك كي ضبوطة تجي تحكي كل لايف متاعك ممل نقول ربي الله يجيب لي ان شاء الله خليني ساكتة خير ولا معاجة متعوضني هذي بري بحدني والله عظيم بد مش عادي اقسم بالله ما ضحكش خليني نكبس كبس هاي هاي يا سي ها بر انت طوال يا ربي يا ربي هبط علي الصبر اللي لقيت سي با بوسيبل سا سي كفو كوميدي العرب تعال كوميدي العرب جربي جا ضحكنا شوي إيجا خلاها لايفية مملة إيجا بجهر بيضحكها هاو مقبلنيش هاو مقبلنيش عجبك عجبك ها يا ربي سيدي يا ربي أيوة تحلمت فيك شو حلمت فيا يا غالية حلمت فيا جنية معني حلمت فيا جنية معني راكبة في يخت وقاعدة ندور حلمت فيا عايشة في 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 عالم البضخ حلمت بيا راكبة لامبرجيني حلم هذو من الحلمات اللي تقولهم لي غير الحلمات هذه ما نحب نسمع حتى حلمه اوكي تقول لي حلمت فيك مثلا ليك بفي لامبورغيني ومعك واحد يسوق بيك مثلا حلمت بيك عندك 15 ألف مليون دولار مثلا اما حلمت بيك مشيت مع شكون وقلت له شكون هذا ما نحبش نسمعه لو سمحت يعني عرست فيراس لطف يا ربي تهو كابوس هذا يا والله كابوس اخي فيتين وينو فيتين حالا لا حلمت بيك تجي وراي تقول لي كبسي كبسي حتى تفدليكها راقي حتى مزحها بالحق يعني وإيه راقي جدا الإنسان الوحيدة والله العظيم يا جماعة اللي كيف أفسركم اللي نحشم حتى باش نمشي نسأل عليه نحشم والله والله العظيم إنسان والله ما نغتص بيك إيه بخري معاحشة قصوا بالله ما نغتص بيك والله يا وإيب يا وإيب ابو ادلب شكون هذي فيلي فاز شنو فازلين ولا فيلي شو اسمه هذي